انت مين؟ ربنا يخليك تفتح بقى. بقول لك انت مين؟ والنبي انا بشكر ربنا اني دخلت بيت الفنان المشهور الاستاذ احمد خالد. اصل كل فنان مشهور الناس بتحس له بالعشره حتى ولو. اسمك ايه؟ اسمي سلوى. جايه منين وايه اللي جابك هنا؟ انا كنت في رحله مع المدرسه لسيدي عبد الرحمن، وبعدين تهت منهم في السكه وفضلت ماشيه لغايه ما دخل عليا الليل ولقيت نور البيت ده من بعيد، قمت جيت على هنا. بنت مين؟ بابا مات. مدرستي ايه؟ محرم بيه الثانويه. رحتوا امتى لسيدي عبد الرحمن؟ النهارده. كنت متاكد. من ايه؟ انك كدابه. كدابه ليه؟ لو ده حقيقي وتهت منهم مستحيل توصلي في نفس اليوم. عايز اقول لحضرتك. انا اللي عايز اقول لك. اتفضلي. مش معقول يا استاذ. يلا بلاش تضيع وقت. رغم مظهرك البريء كنت حاسس انك انسانه مش صح. مين عاجبها؟ مفيش حد. يلا 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 بلاش تضيع وقت. يرضيك اخرج في الجو ده وامشي بالليل لوحدي؟ اعمل معروف. انا مش عايز متاعب. والله ما هسبب لك اي متاعب. ابات الليله دي بس ومن بدري امشي. والله انا بنت كويسه. طيب احبسني في اي اوضه واقفل عليا بالمفتاح، او حتى كتفني بحبل، بس ابات الليله دي. الليله دي بس. تباتي فين بس؟ في اي حته. هنا او ان شاء الله حتى على الارض. انا متاكده ان قلبك طيب. اعمل معروف. برضه حضرتك هتضربني؟ ربنا يخليك. Thank you.
يابسكم. نفسي ابقى زيك سعيد كده من غير مناسبه. ما كنتش بتحب يا واد؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت مين؟ وازاي فتحت الباب ودخلت؟ بيسكو تعال هنا. اصل الاستاذ مديني المفتاح عشان اما اجي ما ازعجهوش. لكن حضرتك تبقي مين؟ دي اول مره بشوفك هنا. فهمني بس، انت بتيجي هنا من زمان؟ انت تبقي مين؟ ايه اكمني يعني لابسه بجامه خالي؟ خالك هو الأستاذ يبقى خال المدموزيل؟ أي وحضرتك بقى بنت سميرة هانم ولا نوال هانم؟ ياه ده أنت عارف العيلة كويس أهو. طبعا يا فندم. بس الظاهر إنك ما تعرفش أمينة هانم ماما، يمكن عشان إحنا قاعدين في الخرطوم. ياه لكن ما قلتليش حضرتك تبقى مين؟ أنا شريف، شريف يوسف تلميذ الأستاذ وباجي هنا أساعده. أحب أقول لحضرتك أنا ما كنتش بضحك على لا سيبك أنت، هي منظرها مضحك فعلا. قولي يا أستاذ شريف، أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ هشتغل. ممكن تأجل الشغل ده شوية؟ أحسن في حاجة أهم من كده. إيه يا فندم؟ بالذمة، يرضيك إن خالي يشقى الشقة ده كله، وبعدين يعيش على العيلة بالمحفوظة؟ لا طبعًا. وأنت عارف الأكل اللي بيحب، عارفه ولا لأ؟ طبعًا، الفراخ المسلوقة والخضار السوتيه. أنا بقى عايزاك تشتري لي الحاجات دي. نعم. أيوه. نسيت اسال خالي عايز يفطر ايه النهارده. دايما الاستاذ يفطر جبنه بيضة وعسل نحل وفنجان شاي. ايوه ما انا عارفه. المهم انت معاك فلوس؟ تحت امرك يا فندم. طب تعالى بقى لما اكتب لك الطلبات في ورقه عشان تشتريها لي. بيسكو صباح الخير. انتي بيسكو؟ بيسكو في المطبخ بياكل. الظاهر ان بيسكو ده بيعز بطنه قوي. خرجت من الاوضه ازاي؟ باب الاوضه كان مفتوح. انا قافله بايدي. لازم بقى المفتاح بيفوت. الباب ما كانش مقفول؟ اذا كان مقفول ازاي ممكن افتحه وانا جوه؟ هو انا جمسايه؟ جمسايه؟ اه جمسايه بند. غريبه. ثم ايه ده؟ وفيها ايه لما احضر لك الفطار؟ تسمح تفطر بقى وانت مش زعلان؟ ده انا عامله لك طبق فول بالبيض هتاكل صوابعك وراه. انا ما باكلش من الحاجات دي. عارفه انك متعود تاكل جبنه بيضه وعسل نحل، لكن طبق الفول ده هيعجبك قوي. عرفت منين ان انا بفطر جبنه وعسل؟ قريت مره في مجله. لكن عمري ما قريت الكلام ده عني. وانت تقراه ليه ما دام انت عارفه؟ باين عليك يا عفريته. عفريته هيورس؟ صحيح نكتة بايخة، لكن أعمل إيه بقى؟ عايزك تفطر وأنت مبسوط. اللي يجي الأطباء
طب دوق بقى طبق الفول ده، هتلاقيه نكتة ما حصلتش. افرض انك قريتي في مجلة ان ده فطاري، ايه اللي خلاكي فاكرة حاجة صغيرة زي دي؟ الله، انت ما تعرفش ان انا غاوية رسم وبهتم بالفنانين الكبار؟ ما بالك بقى وانت الاستاذ الكبير بتاعهم، ده انا بنت فنانة وعجبك قوي. طب كلي لك لقمة قبل ما تمشي. بس انا مش هقدر امشي دلوقتي. ليه؟ اصل الجيب بتاعتي اتحرقت وانا بكويها. وريها لي. حضرتك مش مصدقني؟ قلت لك وريها لي. على العموم جاي لي واحد دلوقتي، هخليه يشتري لك فستان تروحي بيه. مين؟ شريف؟ مش عرفك بشريف. اصله جه من شويه وحضرتك نايم. راح فين؟ بعته سوق الاباري. محمود، محمود. اهلا شريف. كلمت الاستاذ احمد خالد. فهمني الاول، ايه الهيصه دي؟ دي بنت ضربت واحد بعمود شمسيه وهربت. وجرى له ايه؟ خدوه المستشفى. شريف، انا عايزك تخلي الاستاذ يشوف رسوماتي. انت بتسمي اللي بتعمله ده رسم؟ ده نكش فراخ يا اخي. انا راجل غاوي وهو ممكن يوجهني. طب بس فهمني، البنت اللي ضربت الراجل بعمود الشمسيه دي؟ مش وقت يا شريف، مفتش المباحث وصل. اطلع قدام. فهمناش حاجه؟ من حسن الحظ يا فندم عندنا صوره ليها، صوره حديثه من كارنيه المدرسه، ممكن نكبرها. قدمها واعمل بيها نشر، وخد قوه وفتش البيوت والشاليهات والخيام بتاعت البدو اللي في المنطقه كلها. أنا بخالك، وكمان بتقوليها بكل بساطة. شي غريب والله. ثم شريف يوسف من ألمع فنانين اسكندرية، تشغلي طباخ ويجيب لك خضار وفراخ. أرجوك تفضلي وكفاية متاعب. ممكن أقول حاجة؟ لا تقولي ولا تعيدي، كفاية. من فضلك تسمعني. أنا قلت لشريف إن حضرتك خالي عشان أحافظ على سمعتك. إيه؟ سمعتي؟ أيوه، كان هيتهيأ له إيه لما يلاقي بنت عمرها 17 سنة ونص لابسة بجامة أستاذه وقاعدة معاه في الشاليه طول الليل لوحده؟ مش كلامي برضو معقول؟ على العموم أول ما يجي شريف هخليه يوصلك. يوصلني ازاي وانا جايه لك من الخرطوم؟ منين؟ ما انا قلت له ان احنا قاعدين في الخرطوم. معلش بقى، كل ده عشان احافظ على سمعه حضرتك. متشكرة قوي يا أستاذ شريف. العفو يا فندم، دي حاجات بسيطة. إنما قول لي، أنت اتأخرت كده ليه؟ أصل الدنيا مقلوبة، بيوقفوا كل العربيات اللي نازلة اسكندرية وبيفتشوها. ليه؟
لقوا واحد مضروب في شاليه وبيدوروا على اللي ضربه. ارجوك ما تجيبش سيره قدام خالي، احسن هو بينزعج قوي من الاخبار دي، وكمان هو صحي متنرفز. هو صحي؟ قال وخرج يتمشى. قال ايه يا سيدي؟ مش عايزني اقعد معاه عشان اخدمه. ليه؟ مش فاهم. اديت بدل المشوار من الخرطوم لغايه هنا، وشنطة هدومي دي عاملني في السكة؟ هي شنطتك وبعد ده كله يقول لي ايه؟ لازم تسافري. انا هراعيكي ولا هراعي شغلي؟ بالعكس، ده انت هتريحيه جدا. ارجوك يا استاذ شريف، لو طلب منك تشتري لي هدوم عشان اسافر تبقى تتحجج له باي حجه. ها؟ ده بيموت ويشقى في الشغل ومفيش لقمه عيد لا ياكلها. انا لازم افضل معاه. شريف، شريف، صباح الخير. انا متاسف على اللي عملته البنت دي. العفو يا فندم. لا لا لا، ما جراش حاجه، بنت اخت حضرتك وبتدور على راحتك. خالي، قول لي يا خالي، اعمل لك شوربه طماطم ولا شوربه عدس؟ ريحي نفسك، مش هدوق حاجه من اللي بتعمليه. يا سلام عليك يا خالي، ما تروق بقى امار. خالي خالي خالي، اتجننتي ولا ايه؟ بنت مزعجه. بالعكس يا فندم، مدموزيل سلوى قصدها يعني. اسمع يا شريف، عايز منك خدمه. تحت امرك. توصل تشتري لها فستان على مقاسها. بس النهارده السبت، المحلات قافله بعد الظهر، وبكره الحد. حاول تشوف اي محل فاتح علشان خاطري. حاضر، وان ما كانش يبقى يوم الاثنين. ادخل. عمرك ما شفت بنت شيك؟ مرة واحد تتجوز واحدة شيك صبح لقاها كمبيالة. ايه؟ مش حلوة النكتة دي؟ لكن أنا حلوة. فعلاً. أنت زي ما تكوني تابلو جميل التكوين، ألوانه رقيقة، لكن مش مقنع. مش مريح. ليه بقى؟ طب ممكن نعرف مش مقنع ليه؟ والسبب إيه؟ لأنك كدابة. أنا فعلا كدبت على حضرتك من أول دقيقة. كنت في رحلة مع المدرسة، ها؟ وكدبت عليك لما قلت لك إن الجنينة اتحرقت مني. لكن أنا اللي حرقتها. كده؟ عشان أضمن استنى هنا على طول. ليه؟ عشان أنا ماليش أهل، ماليش حد خالص في الدنيا دي. كل أهلي ماتوا أيام العدوان على بورسعيد. بس بس، خدي اشربي اشربي. وبعدين يا سلام، كنت ايامها صغير وخدني عم توفيق عشان اقعد معاه. يعني ليك عم؟ لا، ده واحد كان صاحب بابا قوي،
كان بيعملني بكل حنان زي ما اكون بنته الوحيدة. وبعد كده اتنقل اسكندرية وجيت معاه، لكن يا خسارة. ايه اللي حصل؟ من اسبوع واحد بس. حصل ايه؟ مظبوطة بشكل. مرة واحد راح يقعد على القهوة قام قاعد على الشاي. يا صباح الخير. صباح النور. كانوا عايزين ايه دول؟ البوليس؟ دول بيدوروا على البنت اللي حاولت تموت الراجل. وبعدين قلت لهم ايه؟ قلت لهم لا لا لا. لا لا ايه؟ قعدوا يسالوني ما شفتوهاش؟ ما جاتش عندكم؟ تكون مستخبيه كده ولا كده؟ وانا اقول لهم لا لا لا. وبعدين لما قلت لهم ان ده بيت الفنان احمد خالد مشي. الحمد لله. اللي خالي كان نايم. ما عندكش فكرة بتشام قد ايه من اخبار الجرايد؟ طبعا. انما الظاهر انها بنت اخر فتوانة. تهبد الراجل في نافوخه بعمود شمسية. ميرسي قوي عن كلام السكر ده. بس اوعى تكون بتقول كده، اكمن الاستاذ يبقى خالي. لا والله، دي الحقيقة. لكن انت بترسم برضو زي الاستاذ؟ لا، ده هو بيرسم ونحات وبيحفر على النحاس. لكن انا يا دوب نحات وبس. طب خد نحات لي دول. بقى انت بقى بتعمل تماثيل؟ بيقولوا كده. وعملت معارض؟ يعني الظاهر انك مش راضي عن شغلك. زي ما بيقول الاستاذ ان الفنان اللي يرضى عن شغله ما يبقاش فنان. وعلى العموم الاستاذ ليه ملحوظه على شغلي. بيقول لي مش هتعمل عمل فني كبير الا اذا حسيت بلسعة الحب. ده كلام مظبوط. هو الاستاذ عمل اكبر اعماله الا لما حب دورة. دورة؟ اللي معلق صورتها عنده. انت ما تعرفهاش؟ درية. طنط درية. لا لا، ده ما كانش بيحبها زي ما انت فاهم. ازاي؟ دي لغاية النهاردة ملامحها في كل لوحة من لوحاته. دي حالته كانت صعبة قوي لما سابته واتجوزت. ولو انه عمل لوحته مشهورة الفراق. ياه، ده البصل ده صعب قوي. طب هات هات عني. خد انت قطف في الملوخية شوية. ملوخية ملوخية ارحم. يا ساتر. تعرفي انا جاتلي فكرة هايلة. ايه هي؟ في حاجة ممكن نعملها وتقعدك هنا 10-15 يوم. والنبي ايه هي؟ قول. اعمل لك تمثال. ولو الاستاذ حب يسفرك تقولي له لما يخلص التمثال. فكره هايله. بتقولي التمثال ياخد كام يوم؟ 10-15 يوم. يا اخي بطلوا الكلفته دي، انت لازم تتقن شغلك. قول 20 يوم، 30 يوم، 40. ان شاء الله ما حد حوش. ايوه كده. يا ترى خالك ما يزعلش؟ من ايه؟ لما يشوفك لابسه كده؟ اشتغل انت بس وسيب الباقي عليا.
بقول لك ايه؟ ايوه. مره واحد نحات زيك كده؟ ها؟ لا قشر البطيخه قام نحاتها. شريف هيعمل لي تمثال، ايه رأيك يا خالد؟ بعد اذنك يا فندم، اصل متهيألي كده هيطلع منه حاجة. اذا كنت سيادتك معترض يعني. مش حكاية معترض. سارة لازم تسافر، لازم تمشي. التمثال هياخد وقت. جبت لها الفستان؟ ما هو النهارده الحد و يا سلام عليك يا خالي لما تصمم على حاجه. سلوى هتمشي يعني هتمشي. بكره جيب لها الفستان معاك والتمثال تقدر تشتغل فيه النهارده وتبقى تكمله من خيالك. احضر لك الفطار يا خالي؟ لا مش عايز. وبطل الاردغانه اللي عاملاها في المطبخ عشان مش هاكل. ألف هنا وشفا، عجبك الأكل؟ مش والنبي أنا طبخها بريمو؟ بذمتك بقالك قد إيه ما أكلتش أكلة زي دي؟ شريف هيجيب لك الفستان بكرة وهتسافري بكرة. يا سلوى افهميني، أنا بسيب مصر وأجي هنا علشان أشتغل في هدوء، وكمان ما بعرفش اشتغل لما يكون حد جنبي. والله والله ما هخلي حضرتك تحس باني في البيت خالص. هخدمك وهشوف كل شؤونك. يا همشي على طراطيف صوابعي، مش هتسمع لي صوت خالص. يا سلوى ده وضع غير طبيعي وجودك هنا. ايه بس اللي مش طبيعي؟ بنت اختك وقاعده معاك، ايه العجبه في كده؟ الفستان هيجي بكره ولازم تمشي بكره. بقول ايه يا فندم؟ الآنسة سلوى. ايوه يا شريف، قلت الآنسة سلوى وسكت. انا كنت عايز اسأل حضرتك، هي مخطوبة؟ هي في دبلة في ايدها؟ لا اظن بقى تبقى مش مخطوبة. ليه؟ اصل كنت عايز اطلب ايدها من حضرتك. مني انا؟ ايوه بس انا مش من حقي. في ابوها امها. بس دول اهلها في الخرطوم يا فندم. الخرطوم؟ ايوه بس اهلها برضو، قصدي اقول في الاهم من اهلها. مين يا فندم؟ قلبها طبعا. فعلا. نشرة الأخبار المحلية من الإسكندرية. تعذر اليوم للمرة الثانية استجواب النيابة للمجني عليه الذي اعتدت عليه المتهمة إلهام عبد العزيز بالضرب بآلة حادة ثم لاذت بالفرار، فقد قرر الأطباء أن حالته لا تسمح باستجوابه. هذا ولا تزال الشرطة توالي البحث عن الفتاة، والمعتقد أنها لا تزال تختفي في منطقة العجم. وقع اليوم حادث تصادم. أنت فتحتها؟ لا. مش أول خطوة تعرف رأيها إيه؟ أنا قلت أسيب المهمة دي لحضرتك. أيوة بس القلوب هي الجهة الوحيدة اللي ما تقبلش توصية. يعني فتحها في الموضوع؟ ليه لا؟ موسيقى
قلتليش رأيك ايه؟ في ايه؟ نسيتي؟ سلوى انا بحبك ويهمني اعرف رأيك. شريف انت تعرفني بقالك قد ايه؟ 3 ايام. تفتكر ان دي مدة كفاية عشان يتولد فيها احساس بين اتنين؟ كفاية جدا على الاقل من ناحيتي. يا ابني ده كتكوت عايز له 21 يوم عشان يفلس. قصدك ايه يا سلوى؟ قصدي الحب لازم ياخد وقته، انما حب اول نظرة ده حاجة كده زي النحاس، هوب يسخن بسرعة، هوف يبرد بسرعة. ما خدتهاش في الطبيعة دي؟ يا سلوى انا بكلمك عن حبي، تكلميني في الطبيعة والكيمياء. اصل حب اول نظرة ده، اسمح لي يعني. حب اول نظرة ده هو اللي شفتك فيه من اول يوم زي الالماظة النادرة اللي بتقول للعين انا الماظة. مش يمكن اطلع حتة ازاز؟ مستحيل يا سلوى. صباح الخير يا شريف. صباح الخير. جبت الفستان؟ ها؟ طبعا. ثانية واحدة أجيبه من العربية. برضه حضرتك مصمم بعد كل اللي شرحته لك؟ آسف يا سلوى. وجودي هيسببني مشاكل. مشاكل إيه بس؟ مشاكل ومطبات بلاقي نفسي فيها بوصف خالد. الأفضل إنك تمشي قبل المسألة ما تتأزم. المسألة مش هتتأزم ولا حاجة. معلش يا سلوى. يلا بس. طب يا فندم احنا لسه ما خدناش قرار في المسألة اللي كلمت حضرتك عنها. معلش يا شريف بعدين فرصة تانية. استاذ شريف انت مش قايله لي ان مقاسك 54؟ لا 44. 44؟ تبقى غلطتي انا بقى مش غلطه البياع. معلش اصل انا غشيم في المقاسات الحريمي. لا معلش. تعال تعال اقعد اقعد. حط دماغك هنا. هتعملي ايه؟ شيل ايدك بس هضيع لك الالم في ثانيه واحده. تسمون فين؟ بدرك الترابيز.
علمتيش ليه؟ حضرتك طهرت النوم من عيني. اعمل ايه؟ ما بقتش عارف مكان حاجه في البيت ده. ممكن اقعد مع حضرتك شويه؟ اهلا وسهلا. مش تبطلي تجيبي لي الجرايد مقطعه؟ مش قلت لحضرتك بقص مسابقه الكلمات المتقاطعه؟ لا ارجوك تبطلي الحكايه دي. الإنسان حتى وهو في أسعد لحظاته بيحس بنوع من التعاسة جواه. ليه؟ من خوفه من المجهول، من بكرة، من اللحظة الجاية لا تحرمه من السعادة اللي هو فيها. أيوه، عشان كده الإنسان دايما يمني نفسه بالأمل في بكرة. واللي ما عندوش الأمل ده يخلقه، يحاول يبص على بكرة من أجمل زاوية فيه. يا ريت في زاوية واحدة أقدر أبص عليها. تعرفي مرة واحد لقى جزمته مفتقة قام كلها. مرة واحد لقى جزمته بيضاء قام سلقها. أيوة كده اضحكي. مين صاحبة الصورة دي؟ واحدة. متأكد إنها واحدة؟ قولي يا أستاذ، هو الفنان لما يجي يرسم واحدة زي لازم يكون بيحبها؟ يعني المصور لما يرسم 200 لوحة ل200 ست يبقى لازم حبهم كلهم؟ أمال إيه؟ مش لازم يرسمهم بإحساس؟ أنت غلبوية أوي. طيب هي صاحبة الصورة دي أنت؟ سلوى روحي نامي. لسه بدري. بنات الشطار ما يتأخروش لحد الوقت، ثم أنا عندي شغل. ما تنسيش تاخدي كوباية لبن دافي قبل ما تنامي. مع السلامة. شايف يا واد يا بسكو البحر جميل ازاي؟ تيجي ناخد لنا غطس؟ الساعة لسه ما جاتش 6. مش شرط، ما فيهوش تاريخ ابن يومين. داري عينيك يا بيسكو، ما تبقاش قليل الادب.
مين بيخربط؟ انت مين؟ بلوى؟ لا لا ما تفتحش. ليه؟ في ايه؟ ارجوك تمشي ابعد عن الباب. ليه؟ اصلي كيه ما تخش. لا لا ما تبصش، اصلي عريانه. عريانه؟ عريانه ازاي؟ مش وقته بقى. ارجوك تفتح وتبعد عن الباب وبعدين ابقى اشرح لك كل حاجه. انك بنت كويسه ومش كدابه زي ما دايما بتقولي. طب ما انا كمان طلعت كدابه علشانك. علشاني انا؟ مش قلت لشريف انك بنت اختي؟ ما كانش ممكن غير كده. الكدبه دي وقعتني في ورطه. ليه؟ شريف جاهز يطلب ايدك مني. ايه رايك؟ شريف شاب ممتاز. وحضرتك قلت له ايه؟ ايه رايك انت؟ ما قلتليش. انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. امال هتفكري فيه امتى؟ لما احب. ولا حضرتك مش من انصار الحب؟ ازاي؟ الفنان عمره ما بيكفى بالحب. مش جايز الفنان بيخاف من الحب لا يقيده. بالعكس، الفنان دايما يحن للقيود، بيحب يربط نفسه بفكره، بمبدا، بانسان بيحبه. وعلى كده بقى انت حبيت كم مره؟ اظن هتقول ما حبيتش. مش ممكن، الحب مرض يا استاذ. اعوذ بالله، يكفينا شر المرض. لا لازم مرض في الدنيا وملوش علاج. يعني لا ينفع معاه تطعيم ولا غيره؟ ها، زي الحصبه يا ابني، مكتوب على كل بني ادم ياخدها. بس يا ماما، الحصبه لو خدها واحد وهو كبير في السن تبقى خطر عليه. لا ابدا، ولا خطر ولا حاجه. مالك يا استاذ؟ سرحت في ايه؟ مفيش. ايه، مش هتكمل اللوحة؟ لا، أنا تعبت. طيب. على فكرة يا سلوى، إذا كانت الأوضة اللي تحت برد عليكي تقدري تنقلي في الأوضة اللي جنبي. يا ريت يا أستاذ، أصلي بخاف بالليل لوحدي. أنتِ؟ ده أنتِ تخوفي بلد. تصبح على خير. وأنتِ من أهله. سلوى، إيه الكلام الفاضي ده؟ هو أنتِ يعني عشان الأستاذ يبقى خالك فاكرة نفسك السفيرة عزيزة؟ أنا في ألف بنت وبنت بيترموا عليا، وكل واحدة منهم تتمنى تسمع مني ولو مرة الكلمة اللي بقولها لك، بحبك. بطلي أنزاحة بقى. إيه؟ بتدوري وشك ليه؟ زعلتي يا حلوة؟ وادي راسك أبوسها. الله، أنا دلوقتي أقدر أنزل فيك حب من غير ما تقولي لأ. صباح الخير. ايه اللي صحاك بدري كده؟ من دوشتك ودوشة بيسكو. انا متأسفة قوي. لا ابدا، انا اللي قلقت. ليه بقى؟ بتحب؟ بطلي شقاوة يا عفريتة انتي. صحيح، انت بتزعل لما بنجيب سيرتها. هي مين؟ اللي بالي بالك. تلعب راكت؟ الكرة اهي، الكرة اهي. لا انا ماليش في اللعبه دي، العبي مع شريف. ليه؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شريف. الجواب ده لحضرتك. متشكر. طب احضر لك الفطار؟ معلش بعدين، انا بحلق دقني.
صباح الخير يا سلمى. هنين يا شريف، خلي يوافق ان اقعد هنا خلاص. صحيح والنبي مش هتمشي؟ لا الله، رايح فين؟ خدي بقى علشان نخلص من البيجامه دي. كل ده عشاني؟ ميرسي يا شريف. الله، ذوقك حلو قوي. ميرسي يا شريف، انت هايل. شغلك المرة دي بيقول حاجة. دي شهادة أعتز بيها يا فندم. الظاهر إن لسحة الحب جات لك. كلمتها؟ قالت لي أفكر. خلاص، اديها فرصة تفكر. طبعًا يا فندم. بس أنا كنت طمعان في تزكية من حضرتك. كلمتك برضو ليها قيمتها. حاضر، هكلمها لك. هي فين؟ هي يا سلام، ايه الشياكة دي؟ ايه رأيك يا خالي؟ أنا خارج أتمشى شوية. هو الأستاذ ماله؟ وإيه اللي صحى بدري كده؟ دي عمرها ما حصلت. وحشيني قوي من امبارح للنهارده. بتستغربي؟ ده انا لما بكون قاعد معاكي وتدوري وشك بتوحشيني. ده ايه ده كله؟ انا كلمت ماما عنك ونفسها تشوفك. الظهر انها محتاجة عشان مسكت خدي. الدبارة دابت. لازم بقالها زمان متعلقة. على العموم احسن انها وقعت. ليه كده؟ اصل صاحبة الصورة دي محيراني قوي. كل ما اطلع ارتب هنا يتهيألي انها بتبتسمي. اقرب منها الاقيها مكشرة في وشي. مش عارفة ليه.
أستاذ. يا أستاذ. أيوه. والنبي احكي لي حبتها إزاي؟ أنت اتجننتي؟ لا، دي هي اللي اتجننت ورمت نفسها من على الحيط. مش هتبطلي شقاوة؟ ها؟ هو كلام عن الحب يبقى شقاوة؟ فيها إيه لما تحكي لي حبتها إزاي؟ احكي احكي، خلي القعدة تحلو. كده؟ طب ما تحكي لي أنت. أحكي لك إيه؟ حبيت شريف ولا لسه؟ شريف شاب لطيف ورقيق، لكن أنا بحب واحد تاني. مين ده بقى؟ ها؟ واحد أستاذ، أستاذ في المدرسة. كده؟ وده شكله إيه؟ قدك كده في السن، وحتى في شبه منك. طيب وليه ما رحتيش تقعدي عنده ما دام بتحبوا بعض؟ حب من طرف واحد. الحب من طرف واحد ما بعتبروش حب. خسارة الإنسان يرمي ثروة من الإحساسات في التراب. الحب من طرف واحد أسمى أنواع الحب. الحب عايز له حب قصاده. الحب يا سلوى زي أي حاجة في الدنيا، أخد وعطى. واللي مش قادر ياخد ما يديش. مش بإيدي. قد كده بتحبيه؟ وأكتر. كان ممكن أعمل إيه؟ تقدر تقولي؟ يعني كنت أروح أقوله. أنا بحبك. أبداً. أمال إيه؟ المرأة الذكية هي اللي تحط الكلمة دي على لسان الراجل وتسيبه هو اللي يقولها. يا ريتني قابلت حضرتك من زمان. ليه؟ أصل حضرتك مجرب وفاهم قوي. يعني لو حضرتك مطرحه إزاي ممكن تقولي بحب؟ مش معقول. لازم نفترق يا سلوى. لازم تمشي. لازم تمشي. أنا إنسان. إنسان. شيء انتهى خلاص. طب استنى اوصلك. اشكرك، عارف الطريق. بس لو تفهميني يا سلوى، فات الوقت خلاص. على العموم دي رغبتك وانا بشجعها. ورغبتك قبل ما تكون رغبتي. اللحظه القاسيه اللي احنا فيها كان لازم نقابلها دلوقتي او بعدين. ارجو اني اكون ذكرى حلوه في حياتك. عمرك ما هتكوني ذكرى. الذكرى بتيجي على الخاطر من وقت للتاني، لكن انت لا، هتفضلي في خيالي على طول بملامحك الحلوة دي، بشعرك ده، بعينيكي. Thank you.
شريف شلوى. تعمل اكتر من كده. الحقيقه كان لازم اوضح لك الموقف يا شريف. البنت دي لا هي قريبتي ولا انا خالها. بنت مسكينه. صدفتها حياه قاسيه. اهلها كلهم ماتوا في بورسعيد. وده اللي خلاني اعطف عليها. علشان ما تتشردش في الشوارع. اظن لاحظت اني كنت محرج لما جيت تطلبها مني. ما كنتش عايزك تتورط في مسائل ترجع تندم عليها بعدين. يا فندم احب اقول لحضرتك ان اعجابي بالانسة سلوى كان وليد شعور صادق مش لانها. على العموم دي حاجات كان لازم تعرفها وانت حر. يا فندم انا اظن معاد الاستاذ حسين فكري جه ويا دوب تقدر تجيبه المحطه. أحسن دلوقتي؟ الحمد لله. غصب عني أنا حياتي كلها مآسي. مرة واحد بيقول للواحد الدنيا كلها مآسي، قال له هو مقاسك كام؟ لو تعرفي قد ايه ابتسامتك حلوه عمرك ما كنت تبكي. ساعات الدنيا لو ساعة هتبقى ضيقه فظيع الياس فظيع. ازاي تحسي بالياس وانت امل؟ أنا أمل لمين؟ أمل لنفسك وأمل لإنسان في حاجة للسعادة والبهجة. هو مين الإنسان؟ الإنسان اللي بيحبك من كل قلبه. رايح فين؟ هحضر فطاري. هحضر لك الفطار. خليكي مستريحة. لا أنا الحمد لله بقيت كويسة. بقى انت تقدر تحضر طبق الفول بالبيت زيي؟ الحقيقه بقى شيء مهم جدا بالنسبه لي. نسيت اقول لك انه جاي لنا ضيف النهارده. مين؟ الاستاذ حسين فكري بتاع المزيكا الملحن. بس على فكره مش هنقدر نقول له انك بنت اختي لانه عارف العيله كويس. اتفقت مع شريف ان احنا نقول انك موديل. ارحمني. ايه الحكايه دي يا ابو حميد؟ حكايه ايه؟
امال فين عيون دورة اللي كانت في كل طابلو بتعمله؟ ايوه ايه؟ الانسه سلوى الموديل. ارحمني اللهم صل على جمال النبي، اللهم صل على جمال استاذ حسين فكري الموسيقار المعروف. دي ايه الطعامه دي يا اخواتي؟ يا اخواتي معلش يا سلوى يا اخواتي، هو دايما كده خلقة ربنا يا اخواتي. كبسه دي كبسه. اهلا اهلا. لكن انا شفت الوش ده فين قبل كده؟ شفته فين؟ والله ما انت فاكر كلت ايه امبارح. مش مهم، اتفضلي اتفضلي. عن اذنكم عشان عندي شغل. النبي ارحمني ارحمني يا راجل. اثبت اوعى اوعى. ايه دي يا راجل انت؟ دي مش معقوله ابدا، دي خوخه، دي سيمفونيه بتقول ترليم ترليملم. يا خرابي اتاريك يا اخويا، من يوم ما جيت هنا وانت لازق وما بتنزلش البلد ابدا. لا انت رحت بعيد قوي. النبي ايه ابو حميد؟ يعني مفيش حاجه؟ مفيش حب؟ مفيش جو؟ لا مفيش. ابو حميد كنت فاكرني قفل ولا عاوز تستقفلني؟ لا دي ملامح البنت حاططها من الصوره. طب نزلت صوره الدوره ليه؟ الدوره اتقطعت. والنبي مفيش دوره تانيه؟ مفيش مشبك غزيل يا ابو حميد؟ ارحمني. يا خبر ابيض، ايه ده؟ واد شريف دي سوسو سلوى. يا افندي يا محترم يا مبجل، دي ما اتقالهاش كده سلوى حاف، دي اتقالها سلوى الطعمه، سلوى اللوز، سلوى المزز. ده انت اتنجرت قوي. ايه ده ايه ده؟ قسم ده بقى هتقول لي انت كمان انك ما بتحبهاش. اعمل معروف يا استاذ حسين، بلاش فضايح. فضايح فضايح فضايح. يا الله يخيبكم، يجدكم مصيبه، يجدكم مصيبه. ايه ده واد؟ حد يشوف الطعامه دي كلها ولا حباش؟ يا خبر ابيض، يا طعمه طعمه زي السكر. يا خبر ابيض، تسمح لي اذوق؟ دي ما تتاكلش، دي ما تتحبش يا مغفل. روح يا شيخ، الله يخيبك، الله يخيبك يا شيخ ويخيبه هو الاخر. حسين اتفضلوا، الغدا جاهز. اهلا بالقمر، اهلا اهلا يا مرحبا، اهلا اهلا اهلا. مش حرام الايدين الحلوه دي والنبي تشربها؟ ايدين طعمه. ارحمني والنبي تسمح تسلفها لي النهارده. ارحمني ارحمني. اقعد درست عليك امال. يا اخي يا اخي، ده انت لما بتعلق لوحه في المعرض بتحب الناس تقف قدامها وتقول يا عيني الله كمان والنبي يا سيدي. فما حالك بقى وانا شايف السنيوره اللي قدامي الطعمه دي؟ ارحمني. وبعدين ابو حميد، انا متهيألي انك بتحبها وواقع فيها كده وبتغير عليها. لا لا، يعني انت ما بتحبهاش؟ قلت لك لا. لا يعني لا. وشريف الاخر لا لا. انا بكلمك عن نفسي. حلو قوي، تبقى حلال انا بقى بلادي، ده انا هحبها للصبح. سلوى يا طعامة من نظرة وابتسامة، وسلاما فكلاما على قلبي يلا يا سلامة. سلوى يا طعامة من نظرة وابتسامة، وسلاما فكلاما على قلبي يلا يا سلامة. سلوى يا طعامة يا سلوى يا طعامة، سلوى يا طعامة يا سلوى يا طعامة. هلي جالي هلي هلي جالي، هلي جالي هلي هلي جالي، هلي جالي هلي 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 جالي، هلي جالي هلي هلي جالي يا ابوي. هلي جالي هلي هلي جالي، يا ليلي يا ابو الليالي، يا ليلي يا ابو الليالي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
هغني ليك سيكا وعجم. يا عيني يا سحر يا مكسمة ومسمسمة ومقسمة زي النغم زي النغم يا عيني زي النغم يا روحي زي النغم يا عيني زي النغم يا روحي زي النغم أنا قلبي في حبك انسجم وده كل حب من العشم أنا قلبي في حبك انسجم وده كل حب من العشم ترالي رالي رالي رالم انا والله لولا التلفزيون جاي هنا انا ما كنتش اجي هنا اطلاقا ولا اشوف وشكم. التلفزيون جاي هنا؟ ايوه يا اموره وجاي كمان ايه؟ هيصور وهخليهم يصوروك بقى ويعملوا لك الليله ويمكن بقى خالتك ده عيالك ياخدوك في السيما. سلوى من غير زعل ولا دموع ولا انتحار ممكن نتفاهم بهدوء. زي ما عرفت التلفزيون جاي يصور مش معقول يلاقوا بنت حلوه زيك قاعده معايا. ممكن استخبى في اي اوضه وتقفل عليا بالمفتاح محدش يحس بيا ابدا. يا سلوى انا طول عمري حريص على سمعتي. تصوري لو حد اكتشف اني قافل عليكي اوضه المشكله هتتعقد اكتر. لازم تمشي. مالك يا سلوى؟ رجعني انت بس كويس وانا هعلمك الطرب. لا كتر خيرك انا صوتي وحش. لا 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 الطرب مش بحلاوة الصوت المهم الاخلاق. سليم سليم يا سلوى من فضلك. حاضر مرجح مرجح. اسمع يا حسين انا عايز منك خدمه توصل للجماعه بتوع التلفزيون وتاجل لنا الميعاد قد اسبوع كده. مش ممكن والله يا احمد لسبعه اسباب. نبدا بثانيا. ثانيا لان انت متفق مع بتوع التلفزيون على الميعاد ده من شهر. رابعا لان انا بتمرجح دلوقتي ومش فاضي. سابعا واولا وهم دول المهمين العصفوره بتاعتي هنا وبقت حلالي بلالي وما اقدرش اخرج. يا راجل اركز بقى. هفضل انا وانتوا راكزين يا اخي ما تحل عني بقى عن اذنك. يا اخي تعال يلا يلا ايه طيب لو سمحت بس ان انا اخش اودعها. هي تعبانه مش فاضيه. يا اخي انت واقف لي ليه كده زي اللقمه في الزور اعوذ بالله منك. ايه يا رحمن ده انت ظلم. سلام عشان سلوى. الله انت زعلانه مني ولا ايه؟ سيادتك كنت عامل نفسك انك بتحبني لما كنت فاهم ان الاستاذ يبقى خالي وبعد ما عرفت انه مش خالي خلاص. تصدقي بالله يا قطه انا لسه بحبك. بحبك كنتيني ما لقيتش منك تشجيع ما حبيتش افرض نفسي عليكي. خدي الاسبرين. ازيك يا سلوى دلوقتي؟ الحمد لله. احنا يا فندم خلاص اتفقنا. على ايه؟ على الخطوبه. اه مفاجاه. ها مبروك يا شريف. الله يبارك فيك. مبروك يا سلوى. الله يبارك فيك.
خلاني اقف ضد نفسي، ضد سعادتي. انا بحبها وهي تصرفاتها حركاتها نظراتها بتاكد انها بتحبني، وانا بقاوم ليه؟ العقل والحكمه؟ انا باخدع نفسي. انا غلطان، انا اللي غلطانه. وافقت على خطوبه شريف ليه؟ انا بحبه، هو اللي يقدر يحميني ويديني الامان والحنان اللي انا محرومه منه. فارق السن، عمر الحب ما اقتنع بفارق السن، ثم هي عمرها ما اقتنعت بفارق السن. ليه انا بتمسك بيه؟ انا لازم اروح لها، لازم اروح لها، انا لازم اروح واعترف له. ليه بتضيع ايام حلوه من العمر وانا قدامك كل الحب قدامك؟ مش معقول. المجتمع والناس هيقولوا ايه؟ الناس والمجتمع، فكر في سعادتنا. الله، انت بتعيط يا سلوى؟ ليه؟ مفيش. انت مش سعيدة بخطوبتك لشريف؟ وليه ما كنتش سعيدة؟ خلاص؟ نسيتي حبك القديم للأستاذ؟ المدرس بتاعك؟ الذكريات الوحشة بتساعد على النسيان. ذكريات وحشة؟ كلها جروح. بس لو تفهميني يا سلوى. كفاية، حرام عليك، ما تعذبنيش أكتر من كده. انت غلطانة يا سلوى. آخر إنسان أفكر أعذبه هو أنت. أتمنى لك كل سعادة. تصبحي على خير. أحمد. أحمد. أحمد.
طيب يا ابني، مش نعرف بنت مين وبنت ناس طيبين ولا لا؟ والله يا ماما دي مقطوعه من شجره، ملهاش حد ابدا. ما تتخضيش قوي كده يا حاجه، دي بنت ممتازه وهتعجبك قوي. يعني مش هنشوفها يا ابني؟ ما انا هجيبها لك، ولما هتقعدي معاها هتقولي لي دي بركه دعايا. بس دي ايه انت دعوه من دعواتك الحلوه؟ الله، رايح فين؟ سلوى شريف، متأسف يا فندم، هو وقت مش مناسب. بس أنا إيه الحكاية؟ أصل مفاتيحي ضاعت، فقلت يمكن مدموزيل سلوى تكون لقيتهم ولا حاجة. ما لقيتيش المفاتيح بتاعتي؟ مفاتيح؟ أنا آسف، أنا آسف يا فندم، عن إذنكم. تصبح على خير. لست أدري هل أشفقت عليك أم أشفقت على نفسي من لحظة تتمزق فيها الصلات لأدير ظهري وتديري ظهرك، ويمضي كل منا في طريق غاب عن النور. يا أعز الناس، أنا صاحبة الحكاية دي، والصورة دي بتاعتي، واللي مكتوب ده اسمي. وسلوى؟ سلوى ده اسم اخترعته. تعرف إنك غلطتي غلطة كبيرة؟ غصب عني. الغلطة مش في اللي عملتيه، الغلطة إنك هربتي. ما كانش في قدامي غير كده. أبداً، الراجل في المستشفى كان لازم تواجه البوليس وتقولي اللي حصل. خفت. على اي حال ما تخافيش يا سلوى. لسه بتقولي يا سلوى؟ انا نسيت اسمك الحقيقي المكتوب في المجله، مش فاكر غير حاجه واحده بس، انك سلوى اللي بحبها. يعني ما غيرتش رايك فيا سلوى؟ المهم دلوقتي نلاقي حل للمشكله دي. تقدري تعتمدي عليا، انا هشوف كل حاجه بنفسي، ولما الاستاذ يسال عليا. الاستاذ سافر.
سافر امتى؟ النهارده الصبح. ما قالش راجع امتى؟ لا. لازم عنده مأمورية في مصر يخلصها ويجي على طول. تحبي تيجي تقعدي مع والدتي؟ مش معقول تفضلي لوحدك هنا. كتر خيرك يا شريف. على راحتك. يا عمي والنبي تعمل لنا فنجانين قهوه يا سلوى. سلوى دي ألفت يا سي احمد مش سلوى. من عينيا يا عمي. انا حاسس بيك قوي يا احمد ولو انك بتحاول تنكر. خلاص ما بقتش قادر انكر، مش قادر انساها ولا لحظه. انت عايز صراحه؟ كان لازم تتصرف غير كده خالص. دي قد ألفت بنت اخويا يا حسين، مش ممكن. يعني ايه مش ممكن؟ انت فنان يا احمد، والفنان محتاج للعواطف، للحب، محتاج يغذي وجدانه علشان ينتج للعالم ويقدم له اجمل ما في الحياه، الفن. ايوه بس مفيش بس. ما كنتش عايز تحبها علشان نفسك؟ حبها يا اخي علشان فنك. وايه اخرة الحب ده يا حسين؟ اللي يحب عمره ما يسأل السؤال ده. يا اخي ده اجمل ما في الحب، ان الانسان بيعيشه لحظة بلحظة وما يعرفش اللحظة الجاية هيحصل ايه. غلطان يا احمد، انا عمري ما حسيت بالفرق ده. ايوه متولي. ها قبضتوا عليها؟ طب اسمع، هات البنت وتعالى. مين دي؟ دي بنت شغاله تهمنه بسرقه اسوره. وانت ازيك؟ الا ايه اخبار البنت اللي ضربت الراجل بعمود الشمسيه؟ يوه دي حكايتها بقت حكايه. جات اشاره الصبح ان الراجل مات وتهمتها بقت ضربه افضى الى موت. يا خبر اسود. ومالك تخضيت كده؟ لا اصل عندي احساس كده ان البنت دي بريئه. بريئه؟ ده انت اللي باين عليك بريء واهبل. هي لو بنت سهله كانت قدرت تختفي لحد النهارده. طب افرض لقيتوها عند حد هيتحبس زيها؟ ايه ده؟
مش بيقوا عنده مجرمه ومتستر عليها. وافرض ما يعرفش انها مجرمه. يا سلام، وصورها اللي بتتنشر برضه ما يعرفش. تلاقيها مستخبيه عند واحد عازب عنده شاليه، وهو البت حلوه. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. أمال سلوى فين؟ فوق. شريف، أنا كنت عايزك في مسألة مهمة. تحت أمرك يا فندم. شريف، عايز أعرض عليك قضية، قضيتي، وراضي حكمك فيها. شيل من دماغك إن أنا أستاذك وأنت تلميذي. عايزك تعتبر كلام اللي حاولهولك من إنسان لإنسان. بخصوص إيه يا فندم؟ سلوى. ايوه. انت واثق اني بحبك واحب اشوفك سعيد، لكن في نفس الوقت انا تعبت يا شريف من العذاب. قاومت كتير لكن للاسف فشلت. لقيت نفسي بقاوم قدر مليش قدره عليه. يجوز اللي بعمله ده حماقه. كل سن ولها حماقات، حتى سن العقل والحكمه اللي انا فيه. انا انسان غارب من الحياه. الإنسان في سن الغروب بيتشبث بالحياة أكتر، بيتشبث بكل حاجة حلوة فيها، بكل فرصة سعادة تصادفه. أما أنت يا شريف إنسان مشرق، قدامك حياة عريضة ما أصبحتش قدامي، أصبحت ورايا. مش عايزك تحقد عليا يا شريف. أنا ليه يا فندم؟ أنا بحب سلوى واتفقنا على الجواز. مش معقول اللي بتقوله. أرجوك تقدر موقفي. ما دام حضرتك اعتبرتها مناقشة إنسان لإنسان مش أستاذ لتلميذه، اسمح لي أتكلم بصراحة. اسمح لي أقول لك اللي بتتكلم عليه ده مش حب. أمال تسميه؟ اختار الاسم اللي يعجبك إلا اسم الحب. أنت قاسي يا شريف. لكن مش أناني. ما بنكرش إني أناني. الحب جميل ومن أقبح صفاته إنه أناني. أنا عذرك وأغفر لك حقدك عليه. أحقد على أستاذي؟ أنت آخر واحد أحقد عليه. لكن حضرتك غلطان، غلطان، غلطان. ألف مبروك. خليني أشرح لك. أنا فهمت كل حاجة. قلبك زي النحاس، حب الأستاذ بسرعة وسخن بسرعة. ما خدتهاش في الطبيعة؟ شريف ما تبقاش قاسي. أنا كنت جاي عشان أقولك إن الراجل اللي ضربتيه مات. البوليس مسيره هيوصلك وهتتسببي في أكبر فضيحة للأستاذ. تعرفي ان القعده معاكي بتاثر العمر كده؟ اصل الوقت بيفوت معاكي بسرعه يا حبيبتي، والوقت ده محسوب من عمري. قولي يا حبيبتي كمان، احب اسمعها منك. بس قدام الناس مش هقول لك يا حبيبتي، هقول لك كلمه تانيه. ايه هي؟ هروح واخد ايديكي كده باصص في عينيكي كده واقول لك ايه؟ ازاي
ازيك؟ ايه هو ده؟ ازيك ده ايه؟ ما ازيك دي الحروف الاولى الكلام كتير. الحروف الاولى؟ طب قولي الالف يعني ايه؟ انا مشتاق. والزين؟ زي الشوق. وليه؟ يا ريتنا. والكاف؟ كنا وحدينا. الله، اما كلمة ازيك دي لذيذة بشكل، قولها لي كمان مرة. وليها انت الاول. ازيك؟ الله يسلمك. كده؟ اقسى عليك. يلا البسي، هنخرج نتعشى برا احتفالا بخطبتنا. بلاش والنبي، خلينا هنا احسن. ليه مش عايزه تخرجي معايا؟ لازم في سبب. لا ابدا، اخرج ما اخرجش ليه؟ اما اروح البس. إشارة علشان نقف. لا لا ما تقفش. مش ممكن. مساء الخير. مساء الخير. الله، الأستاذ أحمد خالد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أنا آسف، اتفضل سيد. في حاجة؟ كنت منتظر عربية نازلة تاخدني في سكتها. وماله؟ اتفضل. بعد إذن الهانم. يا خبر، ده انا نسيت البوتاجاز ولع في البيت، ممكن نرجع عشان اطفيه كده؟ اه معلش، انا اسف قوي. العفو يا فندم، اتفضل سيادة. عندك حق، لوحدينا احسن. بوليس المجد. تركيين على هنا؟ خايفة ليه يا حبيبتي؟ أصل بتقبض من الصوت ده. جايين هنا فعلا. عملها شريف، عملها شريف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. إشارة جات لها من مصر من وزارة الثقافة علشان تشترك سيادتك في بناء لفينيسيا. بعتوها عن طريقنا لأنهم مش عارفين العنوان. شاكر يا فندم أوي. لا شاكر. مع السلامة. سلوى. الله. مالك يا حبيبتي؟ أنا لازم أعترف لك بكل حاجة. تعترفي لي بإيه؟ مش لاقي الشجاعة. الله، قول ان الجريمه دي كدبه. دي الحقيقه. والراجل مات. مش ممكن، مش ممكن تكون دي الحقيقه. يا ريتني ما غلطت الغلطه دي. يا ريتك انت اللي ما اعترفتي لي. عايشين في كدبه حلوه كان لازم تستمري فيها.
انت اصبحتي كل حاجه في حياتي. اسف لك يا ادم. كانت اجمل خديعه في عمري. كانت اجمل خديعه. لماذا قتلت المتهمة إلهام عبد العزيز المجني عليه؟ إن المجني عليه يا حضرات المستشارين هو زوج أمها، وتلك هي المأساة. زوج أمها لجأ إلى الخديعة عندما أراد بها الشر. زعم لها أنه سيصحبها لزيارة بعض أقاربه في شاليه بالعجمي، وهناك عندما انفرد بها اكتشفت نواياه الدنيئة. حاولت أن تقاوم لتفلت هاربة من الوكر القذر، ولم يكن أمامها في النهاية خيار لكي تفعل ما فعلت. إن أسباب الجريمة ودوافعها غير موجودة إطلاقا، إلا إذا صدقنا أن المجني عليه قد شرع فعلا في الاعتداء عليها. لنقل جدلا بأنها كاذبة في دعواها، لماذا إذن حاولت قتله وهو عائلها والمتكفل بها بعد وفاة أمها؟ وما المصلحة في أن تقتله؟ إنها بدونه تصبح فتاة مشردة بلا عائل ولا مأوى. إذن لا مفر من أن نصدق دعواها. لقد استغل المجني عليه حاجتها إليه بخسة. نظر إلى فتنتها وحسنها وشبابها المتفجر، وهو الرجل الذي أوكلت له الأقدار مهمة حمايتها. نسي شيخوخته، نسي اتزانه ووقاره، نسي كل القيم أمام سعيه الدنيء لتحقيق رغباته من فتاة صغيرة هي بالنسبة إليه لا تعد أن تكون طفلة في سن أحفاده. ولقد ذكرت المتهمة في أقوالها كيف كان المجرم يسعى إلى غرفتها ليلا منتحلا المعاذير المختلفة. أقول المجرم ولا أقول المجني عليه، لأن القتيل هو القاتل وهو الذي ينبغي محاكمته لا هذه المسكينة. لو كان المجرم شابا لكان من المحتمل أن نلتمس له بعض العذر، والشباب يقترن بالطيش، لكنه شيخ عجوز. بدلا من أن يتوب إلى الله ويكفر عما اقترف في شبابه من خطايا، وبدلا من أن يبحث لها عن شاب ناجح متألق يشارك الحياة في سعادة وهناء، أراد بكل خسة أن يحطم مستقبلها إلى الأبد من أجل لحظة متعة ألحت في طلبها أنانيته وحيوانيته. إن موكلتي في سن البراءة والنقاء يؤيد ذلك شهادة مدرسيها ومدرساتها، وحيث أن موكلتي بما أوردنا من وقائع وأسانيد كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض، فإني ألتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءتها. مبروك يا فندم. شريف، كنت عايز اقول لك انا كنت غلطان. خلي جنب سلوى، ما تسيبهاش لوحدها. بس يا فندم هي زي ما انا لاحظت متمسكة بيك. هي كمان غلطانة، بتدور على الأمان. الأمان والحب هتلاقيهم عندك. خلي بالك منها.